مبدئيا ما ينفعش تقولي بابا السبب معايا. انا ممكن اكون بتعامل معاكي دلوقتي وانت عملتي موقف كبير جدا، اوكي انت عملتي موقف كبير، انا بقى لو ضخمت تأثير هذا الموقف عليا هعيش في ألم وهعيش في صدمة وهدمر حياتي بحجة ان انت السبب. لو انا كسرت الموضوع، كسرت الرابط ده وقلت لا خلاص مش هو السبب، انا هشيل تأثير الموضوع ده عليا وهبدأ اتعامل عشان اشوف انا هدفي ايه. لان اللي بيحصل دايما الشخص اللي بيتصدم بينسى هو عاوز ايه في الدنيا وبيبدأ يفكر في تأثيرات الموقف اللي حصل له، وتلاقي دايما في دماغه ازاي ليه. فكلمة ليه دي طول ما هي في الدماغ بتضخم اي موقف. عشان كده دايما بقول للشباب لما يحصل لك صدمة، لما يحصل لك اي مشكلة، اوعى تقول ليه. كلمة ليه لو طلعت في الدماغ هتقلب حياتك جحيم. انا عملت له كذا وكذا، ليه يعمل لي كذا، ليه يعمل لي كذا وكذا، ليه يعمل لي بطريقة فلانية، ليه يعمل تصرف فلاني. كلمة ليه بتضخم تأثير الموضوع قدام في دماغ الشخص وبتكبر الموضوع. فتبعد عن كلمة ليه. وبإذن الله طبعا طلاب بقى لها سنتين، يعني إن شاء الله بس خدي رقم من الكنترول، وبإذن الله ربنا ياخده الخير إن شاء الله.